الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين يشرف بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الإفريقي للبيئة والهنغاري متاي نسخة 2017 الذي تنظمه موريتانيا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. والحدامين أوضح خلال كلمته بالمناسبة أن المعركة من أجل البيئة يجب أن تكون جماعية عابرة للحدود، خاصة أن العوامل التي تؤدي إلى الاختلالات البيئية وما يلازمها من نتائج هي عوامل كونية وتتطلب جهودا يتم التشاور والتنسيق في شأنها ليس على المستوى الإفريقي فحسب وإنما على الصعيد العالمي. إن بلادنا لتتشرف باختيارها من طرف لجنة الاتحاد الإفريقي لاحتضان اليوم الإفريقي للبيئة وانغاري ماتاي الذي يخلد هذه السنة تحت شعار حماية البيئة في إفريقيا من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية تنفيذاً لأجندة 2063، وهو اختيار يؤكد ويثمر نجاعة سياساتنا في المجال البيئي. رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية تحدثت خلال مداخلتها عن الأخطار التي تهدد العاصمة الموريتانية وضرورة تكاتف الجهود لتجاوز تلك الأخطار البيئية. لا شك أنكم تدركون ما تعانيه مدينة نواكشوط من تحديات كبيرة بيئية بالخصوص ترتبط بها العديد من الأخطار كالغمر البحري بفعل انخفاض مستوى المدينة عن مستوى البحر وهشاشة الشريط الرملي الواقي من البحر والفيضانات جراء مياه الأمطار والأخطار المرتبطة بزحف الرمال وما يرتبط بها من تهديد للمساكن والبنى التحتية وكذلك انتشار المناطق السباخ المالحة وغيرها. هذا وقد شهدت نسخة 2017 من اليوم الإفريقي للبيئة عروضا لمختلف المؤسسات الوطنية العاملة في المجال البيئي وكذا التصنيعي، وتجولت الوفود المدعوة في تلك المعارض التي قدم أصحابها نماذج من إنتاجهم.